ينتظرون عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 27 محافظة بابل السبت 3 ربيع 2 1441 للهجرة، الساعة 6:30 مساء. المهدي علم، تقوى وسطية أخلاق. ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرة وعظ وأرشاد وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد تربوية، وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية: